السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك سيدي. العواشر مباركة نعمس. الله يبارك فيك أخويا. الله يدخل لك هذه العواشر بالصحة والسلامة والراحة البال والفتح الجاي إن شاء الله. يا ربي وجميع المؤمنين والمؤمنات. يا ربي امين. الله يرحمني كالوالده والوالده. انا بغيت نطلب لك انا هذه واحد تقريبا شي 4 شهور وانا ندار مع التليفون. يلاه كتب لي باش نتصل معك اليوم. الله يرحم الوالدين. انا بغيت نوجه واحد النداء للمحسنين. الا كاين شي محسن يتعاون معنا الله يرحم الوالدين. هذه الازمه راه خرقاتنا راه تعرف وليدات والكلاوات غالب. الله لا اله الا الله. سي 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 محمد فين كتشتغل مولاي؟ نعم انا كنشتغل كتما كنشتغل في المطاعم. نعم في المطاعم. نعم راك عارف لا وهاد المده ربما كلشي واقف يعني الاسماء بانت القوه ديالها. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا تسبت لنا الازمه في المشاكل ما راك عارف مع الدار وما تلقات حتى النافري حتى المصروف ديال اليومي راك عارف والوليدات الصغار وليكوش وبزاف ديال الحوايج. الله يرحم الوالدين. الا كاين شي مساعده من المحسنين وشي دعوه من عندك الله يرحم لك الوالدين استغفر الله سبحانه وتعالى. يا ربي يا خويا يا ربي. راه ديما متابع معاك ولكن كما قلت لك التليفون لمده 3 شهور وما يزيد ومصطفى الله العظيم ما كتبش حتى اليوم. الله يحفظك اخويا محمد. يا الله يحفظك اخويا. يا امين ودي حاجه اسمح لنا بزاف. الله يرحم لك الوالدين واخا سيدي محمد باذن الله. يا ربي يا كريم يا ربي ان شاء الله الصوت ديالك يبلغ ان شاء الله تعالى ويطرق الابواب. ربي كريم سبحانه وتعالى. سيدي محمد لا اله الا الله لا حول ولا قوه الا بالله. اخونا السي محمد هو واحد لا اقول من المئات والالاف بل من الملايين اللي هما في المغرب في ظل هذه الجائحه ديال كورونا توقفت انشطتهم الاقتصاديه ويشعرون الان بفقر شديد. يعني ان هذا الحجر رغم ان فيه رحمه وفيه منع لانتشار الوباء بين الناس وما اخطر هذا الوباء فيه منع السلطات في الدوله رات المصلحه في الصحه وسلامه المواطنين لكن بالمقابل هناك ضرر في الاقتصاد فهناك مواطنون عندهم مدخرات لقوا على الاقل كيف يقضون هذه الايام وفئات اخرى ربما كانت محظوظه لم يطلها اي تغيير ولكن فئات عريضه من المواطنين اصيبوا بالفقر الشديد. هناك من باع امتعه بيته، هناك من باع امتعه محله، وهناك من يعرض امتعته للبيع ولا من مشتري. وهناك فقر دقيق فظيع جدا حتى ان هناك من لم يكن ينظر انه يوما ما سوف يطلب المساعده صار يتسول لان الفقر فظيع. فهناك اسر لا تكاد تجد لقمه عيشها. هناك اسر تعيش على الفقر المدقع، ما عندها اي مدخول، ما عندها. ولابد ان نتضامن، لابد ان يكون هناك بيننا تضامن وتكافل والقوي منا ياخذ بيده بيد اخيه الضعيف والذي عنده يعطي من ليس عنده. من عنده فضل زاد فليعطيه لمن لا زاد له. وخصوصا بعض القطاعات الحيوية كسيدي محمد الآن في قطاع المطاعم كل أصحاب المطاعم والمقاهي وغيرها من المطعومات والمشروبات كلهم توقفوا. منهم من تراكم عليه الكراء شهور طويلة وصار مهددا بالإفراغ. ملك راك يقول لي هذاك هو رزقي، هذاك هو التقاعد ديالي، أريد رزقي. ثم يصلان إلى المحكمة والمحكمة تحكم لصالح صاحب البيت ويصير الإنسان مهدد بالإفراغ. هناك من كان يعلم أبنائه تعليما خصوصيا رغبة في الجودة وتعذر عليه أداء الأقساط وصار أبنائه مهددين بالطرد من المدارس الخصوصية. وهناك من عنده أمراض شديدة لا قدر له على العلاج
المشاكل كثيرة ومتعددة، بل منهم من لا يكاد يجد لقمة عيشه. كنت أدخل على حين غرة وغفلة عند بعض العائلات وقت الإفطار، يكون إفطارهم بئيس جدا، إفطار مائدة الإفطار بئيسة للغاية، ولا يكادون يشتكون، ولكن ينبغي أن نشير إليهم. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نبذل كلنا مجهودا إضافيا في التضامن والتكافل. لكن يبدو أن هذه الجائحة أصابت معظم الناس، يعني الذين كانوا يعطون ويساعدون هم أيضا صاروا من أصحاب الضرر، عندهم مشاريع كبيرة توقفت وعندهم إكراهات شديدة. فأين المفر؟ أين المفر؟ المفر يكون إلى الخالق عز وجل. وسبحان الله تعالى أيها الأحباب، هناك قضية مجربة قمنا بها مع عدد كبير من الأحباب، ولله الحمد والمنة ربنا جعل هذه المحنة في أفول. كيف ذلك؟ وهي أن كل مؤمن عليه كل ليلة أن يقرأ سورة الواقعة. وقد جاء في الحديث عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ سورة الواقعة بالليل لن يمسه الفقر بالنهار. وإن أعداد كبيرة من الأحباب أعرفهم معرفة شخصية، هم في وضعية مزرية مثل أخينا السي محمد وزيادة، وكانوا يلتمسون العطاء ويتحرجون، فكنا ننصحهم بأن يقرأوا سورة الواقعة بالليل. وسبحان الله وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، ما هي إلا أيام معدودات حتى فتح الله لهم أبوابا وأبوابا وأبوابا من الرزق، قليل من هنا وقليل من هنا وقليل من هنا، فلما تجمع صار كثير. وهذا الأمر أيها الأحباب أنا أقسم عليه، أقسم بالله وبالله وتالله أنه حق ليس فيه لا تغيير ولا تبديل، وهذا مجرب عند الكثير، ولكن لا ينبغي أن نجرب الله، الله تعالى لا يجرب، وإنما نفعلها بيقين يقين. فلهذا أقول لأخي محمد ولأمثاله ممن ضاقوا مرارة الفقر والحاجة أن يقرأوا سورة الواقعة بالليل، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، والأجمل أن يفهم معانيها. الواقعة هي 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 القيامة، ربنا يخبرنا بالأمر الواقع، هذا أمر واقع لا خلاف فيه ولا تبديل ولا تغيير. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، لا يمكن أن نكذب، نصدق بأن هناك البعث وهناك النشور وهناك الحساب. وفيها ربنا عز وجل يتكلم عن رافعة وخافضة، ترفع أقواما وتخفض أقواما، وذكر فيها ربنا عز وجل أقساط الناس ومراتبهم، فهناك ثلة من الأولين وهناك ثلة من الآخرين، وهناك السابقون وهناك اللاحقون، وكل أعطاه الله مقامات كثيرة. ثم في ختامها ربنا سيذكرنا بمظاهر الكون، هذا الكون الفسيح وما فيه من عطايا ونعم، من أنشأها، من خلقها، ربنا يجيب إنه الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة تزكي الإيمان وتعرف بالرحمن وتجعلك تتبع سنة النبي العدنان، وفيها بركات عظيمة. فأنا أدعو جميع أحبابنا الذين يعانون من الفقر ويعانون من الهشاشة، ربما انتظروا كثيرا والكل يعاني، ولكن ربنا الكريم عنده خزائن السماوات والأرض. الله تعالى ينادي: يا عبادي لو اجتمع أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على صعيد واحد وطلب مني كل مسألته وأعطيتها له، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فرزق الله كثير، الله عنده كثير، لو أعطى الجميع ما نقص من ملكه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. واحد المخيط يعني الإبرة، إذا أدخلتها إلى المحيط إلى البحر وأخرجتها، ماذا سوف ينقص من المحيط؟ لا شيء. هكذا ملك الله وخزائن الله، وهو القائل عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، إلا عندنا خزائنه، ولكن ننزله بقدر معلوم. والرزق أين؟ ليس في الأرض، لا تظن بأن الرزق في الأرض، ارفعوا رؤوسكم إلى السماء، الرزق في السماء
وربنا يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ما معنى أن الرزق في السماء؟ أن العبد يرفع يديه ويشرئب بعنقه إلى السماء، إلى رب الأرباب، إلى مالك الملك، يناجيه: يا ربي ارزقني كما رزقت عبادك المؤمنين، يا ربي أكرمني كما أكرمت عبادك المسلمين، يا ربي أنت الجواد فشد علي، وأنت الكريم فأكرمني، وأنت الغني فاغنني. وهكذا نبقى في الدعاء، في الدعاء وربنا كريم، خصوصا أن ندعو بالدعاء الماتور: اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا تحت الأرض فأصعده، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا قريبا فمكننا منه، وإن كان رزقنا قليلا فكثره، وإن كان رزقنا كثيرا فبارك لنا فيه. هذه الأحاديث والأذكار كثيرة عن النبي الكريم علمها صحابته، وربنا أفاض عليهم الرزق. وإن شاء الله هذه الغمة ستزول قريبا بإذن الله، ستزول قريبا بإذن الله، وسيأتي ربنا بالفرج القريب، خصوصا ونحن في العشر الأواخر من رمضان وأمام ليلة القدر. أدعو الله تعالى أن يفرج على المؤمنين ويكشف الغمة عن الأمة. اللهم آمين يا رب يا كريم. أخي سيدي محمد الله يفرج عليك، وإن شاء الله نبقى ونتواصل بإذن الله، وربنا الكريم ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر.